عسلامتكم وتقبل الله صيامكم. اليوم نرجعوا مع موضوع آخر من المواضيع اللي أثرتهم محكمة المحاسبات، واللي هو يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات الخاصة. وفي مستهل الحديث متاعنا نحب نقول أنه فما ناس تخدم في المجال هذايا وتخدم في منتهى الشفافية واحترام القوانين، وما نجمو كان نحترموها. لكن مع الأسف اللي موجود في التقرير هذايا يوري أنه المجال هذايا ينخر فساد كبير ياسر في ظل غياب الدولة أو يمكن التواطؤ متاع الأجهزة متاعها مع الناس اللي قاعدة تشتغل وتخل بالقوانين. وهذا يبدأ من الترخيص، من الأول ترخيص أنه الناس اعطتها الترخيص وهي لم تحترم لا الضمانات البنكية لا أنه المؤسسات متاعها تكون مستوفية الشروط وقابلة باش تخدم في أحسن الظروف، لا احترمت أنه يكون فما إطار علمي متوفر بالشكل المطلوب القانوني، لا احترمت أنه يكون المدير متفرغ للنشاط متاعه هدايا، هذا كلها ما ثماش. فخلى أنه 12 مؤسسة تترفض في اللجان لكن بعد الوزير يوافق عليها، وخمسة مؤسسات ما تعدتش على اللجان مباشرة يوافق عليها. وهذا بطبيعة الحال تلقاهم بعد في كل في المراحل الكلها متاع النشاط متاع المعاهد هذه والكليات هذه. اللي تلقاه مثلا انه يجيوا للتلميذ، انه ما تعرف مستهل القرايه متاع التلميذ، انه يجيوا يعطيوه الاسوام باش يقرا من اللي يبدا حتى يوفى الكورسوس متاعه، قولوا له راه باش تكلف عليك كذا، وما عندها المعهد اللي يقرا فيه ما نجم يزيد كان 5% اقصى شيء، تلقى شكون يزيد في 65%، تلقى انه ثم شعب قاعده تتقرى وهي ما عندهاش مصادقه متاع الوزاره، وثم الحاله رصدت 400 طالب اللي يقرا في شيء اللي هو شرط عليه شهر ويقراوا فيه في الكليات هذيك لكن ما ثماش ديبلوم معترف به، يعني مش حيلهم مباشره الى البطاله، عمليه تحيل. المعدات اللي موجوده غير متوفره، طاقه الاستيعاب ساعات ياخذوا 400% من الطاقه نتاع الاستيعاب نتاعهم، التاثير ما ثماش خاصه في المجال الشبه الطبي، يعني التكنيسيان سوبيريور في الصحه ولا الفرامل، تربصات وصلت 3.3% الاستاج هذوما 3.3% وأقصى حالات 70% في بعض المؤسسات، يعني عمره ما وصل 100%، يعني تصوروا أنتم فرملي ولا تكنيسيان في الصحة يوصل يدخل ويخرج من غير ما يشوف مريض، يعني المفروض أنهم يأطروهم هذوما أطباء جامعيين أسادة جامعيين مساعدين وإلا أسادة جامعيين، هنا تلقاهم تكنيسيان سوبيريو دو لا سونتي هو اللي مأطر، مع احترام للتكنيسيان دو لا سونتي، لكن القانون يقول أنهم هذوك ما يلزم الطباء هما اللي أطروهم. هذا ما يصيرش. الامتحانات تصير بدون مراقبة تاع الوزارة، ليزيكيفالونس اللي تعطاو، يعني تشوفوا أكثر من 330 حالة نتاع ليزيكيفالونس يصيروا الكوميتا نتاع ليكيفالونس، اللجنة نتاع النظر في المعادلة نتاع الشهيد، فيها شخص واحد يجلس ولا شخصين في أقصى التقدير. هذا صار في 93% من الحالات. شو الشيء هذا؟ حبث يعني. شو نقول لك، المجال كله معناها في مجال اللي هو الدولة تشجع فيه الاستثمارات، يعني أنه يتمتع بعفات جبائية، يعني احنا من فلوسنا قاعد ياخذ في امتيازات المجال هذا. وهذا يطرح سؤال كبير ياسر، شنو الغايه من المؤسسات هذه وش نعملوا بها؟ ثم يطرح سؤال ما اهم، هو انت اليوم ما نجحتش في البكالوريا بالمعدل اللي تحب عليه باش تمشي للشعب اللي تحب عليها، الله يبارك، ومشيت تقرا في القطاع الخاص، تقرا حقك ما يسالش، نعطيوك فرصه ثانيه، لكن من حق المجموعه العموميه انه الامتحان يكون امتحان واحد وطني للناس كل. انا غدوه كي يخرج لي مهندس، نحب مهندس يخرج من القطاع الخاص ولا من القطاع العام نفس المستوى نفس الدرجة، وقيس عليه في المجالات الكل هذيك الكل. اليوم هذا غير موجود وغير متوفر، والضمان هذه مش أنه بشوالي الدبلوم يتشرى بالفلوس، فاللي بوه لبس عليه ينجم يشري دبلوم ولا يدخل يقرأ في التعليم الخاص ويلقى التسهيلات، واللي ما يقدرش يقعد متكية في شيرة الأخرى وما يتحصل على حد شيء. لابد أنه ثم معاملة بالمثل وثم حظوظ اللي هي متوازية. ونحب ننبهكم الحاجة اللي هالمؤسسات هذية وين تنجح واحدة منهم يهبطوا عليها الأجانب ويشريوها، والمرابيح متاعها قاعدة تتحول، يعني أولادنا يقرأوا بالدينار التونسي لكن يتحولوا كأنهم يقرأوا بالدوفيز، لأن المرابيح قاعدة تتحول للخارج، وهذا إضافة لاستنزاف العملة بطبيعة الحال قاعدين نبعثوا فيها لقراية أولادنا اللي في الخارج. هذا الكل مجالات متاع نظر اليوم متاع استراتيجية متاع دولة، لكن وين الدولة؟ مع الأسف في غيبوبة في حالات أخرى.